طيب بدنا ناخذ الان كيف نعمل ميديشن، يعني ننفي او نخطئ جمل فيها مالتيبل كوانتيفايرز، لان احنا اخذنا النفي بجمل فيها 1 كوانتيفاير يعني 1 فور اول او 1 ولا ابسط من الموضوع. يعني انا لما بدي انفي مثلا جمله زي هاي، لاحظوا قبل ما انفيها بدي اكتب، افرض انه هاي مش موجوده، هاي انا كيف كنت انفي؟ كنت ادخل النط هاي هون، بس هاد ما احطش النط، ولا شو اساوي؟ اكلبها تصير فور اول، وهاي بتصير نط. مظبوط. يعني كنا ناخذ مثلا فور اول اكس، زمان كنا ناخذ نفي فور اول اكس q of x، كيف كنا ننفيها؟ كنا ندخل النط، هاي بصير there exist x و not q of x. طيب ولما يبقى في اكثر من واحد ولا اشي، نفس المبدا، دخل هاي بتصير there exist، وهاي بتصير for all، وهاي بتصير not، نفس يعني نفس الشيء اللي قديم، ما فيش شيء جديد. هاي طبعا بدنا ننتبه انه مرات هاي مش جمله، مش واحد، مش كوانتيفاير واحد، هاي سوري بس مش ون بريديكيت، مرات بتكون جمله عادي بدك تدخل النط عليه. ف لما انا عندي جمله زي هاي، شو معنى هالجمله هاي اللي جوا؟ كل واحد بحب بعض الناس، كل واحد بحب بعض الناس، كل واحد فينا بحب بعض، او يعني at least one بحب حدا ثاني. هلا بدي افسركم شو معنات النفي. طيب تخيلوا انتم كل واحد فينا، هلا احنا 40 واحد، كل واحد فينا بحب حدا، تسألوا مصطفى تقولوا له مين بتحب، بقولكم فلان وفلان وفلان، كل واحد فيكم نفس الشيء. هلا هاي الجملة وين تبقى خاطئة؟ وين هاي الجملة تبطل صحيحة؟ إذا لقينا واحد بحبش حدا، صح؟ لقينا واحد اتليست واحد فينا بحبش ولا واحد، يعني في واحد فينا ماله بحبش ولا واحد. طلعوا شايفين؟ does not love x y، فهو عمليا هذا النفي تبعها، النفي تبعها اني ايش سويت؟ دخلت كلبت هاي x، هاي all، وهاي بصير not. شفتوا كيف؟ هيك النفي، يعني كل واحد فينا، جملة كل واحد فينا بحب حدا، تخطيئها أو نفيها معناته في واحد فينا بحبش ولا واحد، اللي هي الجملة هاي. طيب هاي الجملة اللي هي على فكرة، هاي الجملة انه في واحد فينا بحب كل الطلاب، في واحد فينا بحب كل الطلاب، يعني ايش يعني؟ يعني لو اخذنا احنا الاربعين واحد نلقى بنسأل فلان بتحب كل الطلاب؟ لا. بتحب كل الطلاب؟ لا. بتحب كل الطلاب؟ واحد. لازم نلقى واحد على الاقل، هذا معناته الجملة اللي جوا. اذا بنت وين ده بخطئها الجملة هاي؟ وانت بخطئها يعني كيف انفيها هيك؟ يعني وانت بخطئها وانت بتكون خطأ، يعني انفيها. That's here for all، وهاي there exist، وهاي not. شو معناها هاي؟ صار المعنى تبعها انه كل واحد فينا لا يحب بعض الناس، كل واحد فينا، كل طالب ماله
بحبش بعض الناس اللي هو تخطيط. طيب مثلا خلينا ناخذ بدنا not all people love someone. بدنا نكتبها باللوجيك. يعني هاي لو كنت لو جبت لكم اياها قلت لكم شو اللوجيك تبعها؟ كيف بدكم هاتوا نوصل لحل؟ not all people love someone شو يعني؟ هلا all people لحد هون all people love someone يعني for all x there exists someone y such that love x y. وهي النط يعني بتصير هاي there exists هاي for all وهاي مع بعدين نقرأها هاي نقرأها فشو بتصير some people does not love sorry الكتابة يعني سيب على الماوس does not love everyone. Of all people. Some people does not love all people. Some people do not love everyone. إذا أنا لما بجيب بقول لك شو هاي الجملة نفيها معناته حطها باللوجيك نفيها وآخر إشي بطلع معاك اكتب لنا اياها باللغة العادية. طيب هاي not all people love everyone نفس الاشي not all people يعني ايش بدها تصير؟ بدها تصير هي بدون ال not all people love everyone يعني for all وبعدين بتصير في الاخر ايش؟ there exist not love مزبوط there exist x there exist y not love x y يبقى توصل وهي شو معناها انه some people do not love some people يعني في ناس بحبوش بعض الناس فنفي هاي some people do not love somebody. هيك النفي ما فيش فيه المفروض أي مشكلة.